معنا واستمتع بوقتك تحت ضوء الشمس الحارقة الفارقة وأمام موجات البحر الفارقة. أيها السادة، إليكم هذا النبأ العاجل. بدأت القوات الأنجلو-أمريكية منذ قليل الهجوم ضد العراق، وقد ذكرت مصادر مطلعة أن الوحدات المختلفة للقوات الأنجلو-أمريكية تشارك الآن في توجيه ضربات شديدة ومركزة لأهداف محددة داخل العراق. خليهم يخشوا العراق، خليهم يجوا في كل حتة، والله حينضفوا. من ناحية أخرى، أصدرت الجماعة العربية بيانا أدانت فيه الهجوم بشدة وطالبت بوقفه على الفور. الطلبة عايزين يخرجوا في المظاهرة وهيكسروا الباب. يا ولاد اسمعوني من فضلكم، انا عشان اريحكم هبعت ورقة اعتراض باسمكم، لكن انا بوعدكم لو حصل في الحرب اي اسلحة محرمة دولية او انتهاك لحقوق الانسان هسمح لكم بالمظاهرات فقط. حضرة الناظر، احنا عايزين نطلعكم بره المدرسة. احنا من اتحاد الطلبة وعايزين نعمل يافطة تأييد للعراق. احنا مش كنا عاملين يافطة من ايام افغانستان؟ ايوه، احنا دلوقتي في العراق مش في افغانستان. ما هي افتح القوس وزود العراق. مش حرام يعرضوا الضرب ده طول النهار ويجيبوا للناس احباط؟ ولا هي مقصوده بقى ولا مؤامره ولا ايه الحكايه؟ يا بنت دي عولمه، مش فاهمك انت. الساعه بقت 8 وابنك لسه دايخ في المظاهرات، ما تقوم تشوف اتقبض عليه ولا راح فين. الخوف على بنتك اللي عامله دي مقاطعه في الانترنت، ايه ما جابوها من شعرها. سمعت اخر الاخبار؟ كنت فين يا استاذ؟ ما بدري. استني بس اما تشوف ايه الاخبار. الحكومه العراقيه هربت والامريكان دخلوا بغداد. أعوذ بالله. وبعدين يا شاكر، انت كل يوم يا اخويا هتصحيني مفزوعه من النوم كده؟ هو بايدي يعني. ما تقعد يا ابني تفطر زي الناس، مستعجل على ايه؟ عشان خاطر يا بابا ممكن تاكل حاجه قبل السيجاره. والله يا بنتي ما ليا نفسي الحاجه خالص.
انت هتخلي حكايه العراق دي هي تبوظ لك حياتك؟ حاول تبعدها عن دماغك شويه عشان ترتاح. ودي حاجه الواحد يقدر يبعدها عن دماغه؟ طيب يا من نضال خليكي كده ورا ابوكي لحد ما تموتوا نفسيكم انتوا الاثنين من الهم ان شاء الله. طبعا اذنكم انا بقى. السلام عليكم. ولد يا محي تعال هنا كلمني. يا ماما في ايه؟ يا ماما انا مستعجل. اظن ما عادش فيه مظاهرات، الحكايه خلصت خلاص. لا ما خلصتش يا ماما، والمظاهرات هتفضل شغاله لحد ما يخرجوا منها عن اذنك. وانت بقى هتسيب ابنك يودي نفسه في داهيه كده؟ يا ستي ما تخافيش، استنى يا محي خدني في سكتك احسن، مش قادر اسوق النهارده. ها قولي بقى، ايه اكتر حاجه قلقاك وشغلاك اليومين دول؟ من ساعه ما خدوا العراق انا كل ليله بيجيلي كابوس انهم اقتحموا المنطقه عندنا وبيطلعوا البيوت، مش عارف اعيش بشكل طبيعي ابدا. حتى في العلاقه الزوجيه مع المدام رجعت من ناظر لتلميذ في كي جي 1 حتى لو قبلوني. تستاهل. قوم يا راجل، قوم يا راجل باش هبل. تستاهل؟ تستاهل ليه؟ مش عيب؟ مش عيب عليك تبقى راجل ناظر ومثقف ومش قادر تفهم ان احنا بعيدين كل البعد عن اللي بيحصل في العراق ده؟ رياض وفر ارائك السطحيه دي لنفسك وشوف العلاج للي انا فيه ده. هذا وقد اصدر مجلس جامعه الدول العربيه بيانا استنكر فيه الممارسات الامريكيه. ترى ممكن ايام تلف ويحصل معانا المجلس في هذا البيان على والله مش بعيد يا عم. خليهم ييجوا، خايفين من ايه؟ والله هينظفونا. انت فاكر انهم لو جم هنا هينظفوك؟ ما انا عارف ان فيها 15 سنين بهدله، بس بعد كده هنبقى من العالم الحر. العالم بقى يخوف، ما تقدرش تعيش مطمن الا لو عندك سلاح يخوف اي حد يفكر يزيك. لازم يبقى عندنا سلاح رادع. يعني ايه بيه سلاح رادع؟ يعني نووي، درع صاروخي، صواريخ طويله المدى، الحاجات دي بقى تمنع اي حد يفكر يضربنا. هو ده سلاح الرادع. ومين قال لك ان احنا ما عندنا سلاح رادع؟ يعني احنا عندنا؟ طبعا، بس واضح اننا مقفلين على السر ده كويس قوي. انت فاكر يوم الكهرباء ما قطعت على مصر كلها يوم بحاله؟ ايوه. يوميها كانوا محتاجين الكهرباء بتاعت مصر كلها عشان يخصبوا بيها اليورانيوم. لا يا شيخ. طبعا، امال انت فاهم ايه؟ عارف السحابه السوداء اللي بقى لها كام سنه؟ مالها الاخرى؟ انت فاهم انها تلوث وهبل كده يعني؟ لا، ده اشعاع طالع من التجارب اللي بنعملها تحت الارض من ورا العالم. انا اتمنى نكون بالخبص ده. يا ريت. يا ريت؟ ايه يا ريت دي؟ واحنا ممكن يبقى ما عندناش؟ والله انا اعتقد كده. احنا لو ما عندناش كنت هتلاقي حمى في العلم والتفكير والانتاج، انما الهدوء واللامبالاه اللي احنا فيها دي بتاعت ناس اكيد عندها استحراط. عارفين مين اللي ممكن يفيدنا في الموضوع ده؟ مين؟ لواء احسان اللي ساكن في اخر الشارع. يا عم ده مش لواء، ده كان فدائي ايام حرب 56 وكان اسمه الكودي سياده اللواء، والناس بتجامله وتقولها له لغايه دلوقتي. بس راجل عارف العسكريه كتير واكيد عنده لا. معلومات. هو الحقيقه في موضوع مهم ومحتاجين كلمتك فيه قوي قوي. اتفضل. شكرا. اهلا وسهلا. الحقيقه انا والجماعه قلقانين جدا وعايزين نعرف منك هل عندنا سلاح رادع ولا لا؟ ده سؤال معقد ومش من السهل اجابته. طبعا احنا عارفين ان سيادتك حالف يمين بكتمان الاسرار العسكريه، بس احنا بنرجوك تقول لنا. واحنا هنصوم عنك التلات ايام دول. انا بحكم خبرتي العريضه كرجل عسكري قديم عايز اطمنكم ان في المواجهات العسكريه الكبيره مش عنصر السلاح بس هو الحاسب في المعركه، في برضو عنصر الاراده، عنصر الايمان. طب غير الإرادة وغير الإيمان في سلاح رادع؟ طبعا أنت عارف حروب المستقبل. يعني في سلاح رادع؟ أنا أنت عصبك ده ليه يا حاج نازل؟ معلش، أصل الصور اللي بنشوفها في التلفزيون مش مخلية حد على بعضه. يا حضرات زي ما قلت إحنا عندنا إرادة عندنا إيمان وربنا يتولانا برحمته.
ممكن أروح الحمام؟ يا سهاد ايه اللي حصل؟ ايه اللي عمل فيكوا كده؟ انا شفت الواد طارق عبد الصمد وفي ايده غاز عجيب، اكيد هو اللي عمل كده. اهو يا فندم اهو. شوف يا ولد، تعال هنا يا ولد. اوف ولد، انت اللي عملت كده؟ اصل في واحد بلطجي ساكن في شارعنا وكان نفسي من زمان يبقى معايا حاجه اغلبه بيها. ايه يا ولد؟ طبيب ايه ده؟ قعدت افكر سنه ونص لغايه ما اخترعت جهاز يولد اشعه تشيل حركه البني ادم، وقلت اجربه هنا النهارده وحصل اللي حضرتك شايفه ده. هم في داهيه، بس انت عبقري يا ابني. والله يا فندم انا لو خدت فرصتي بس هساعد في داء البلد دي لقدام. استاذ شاكر، بالنسبه للمجلس، انت فاكر الولد طارق ده؟ طارق عبد الصمد طبعا فاكره يا فندم، وده يتنسي؟ ما تعرفش الولد ده عمل ايه في حياته؟ انا اللي اعرفه انه دخل كليه العلوم وكان بيطلع الاول كل سنه، لكن بيعمل ايه بعد كده ما اعرفش يا فندم. طب روح طلعلي العنوان. نعم. طارق موجود؟ لا لسه في الشغل. هو بيشتغل ايه؟ في مركز البحوث. بشرة خير. طب الاقيه امتى؟ هو اليومين دول عنده بحث مهم جدا، بيسهر لنص الليل مع زميله الدكتور عمرو. لو عايزه ضروري ممكن تروح له هناك. السلام عليكم. مش فاكرني؟ طبعا فاكر حضرتك اللي دخلت من شويه. انا الناظر بتاعك في الثانوي. حضرة الناظر؟ هو ده مركز البحوث؟ اه، مركز بحوث الجوزة. أنا فرحت قوي لما والدتك قالت لي بحوث والنص الليل. أهلي كان نفسهم يشوفونا حاجة كبيرة، وكان حرام عليا أصدمهم بالخيبة اللي أنا فيها، فاخترعت الكذبة دي ومحافظ عليها بقالي 5 سنين. إيه البتاعة دي؟ أصل لقيت صدري وجعني من الهبابة دي، اخترعت حاجة زي جهاز لقياس ضغط النفس، حاجة كده زي فلتر فراغ بعيد عنك. يخسر. أنا كنت متوقع رأيك باحث عالم. إيه يا ابني اللي وصلك لكده؟ هو أنت مش عايش معانا في البلد دي وعارف اللي فيها؟ وأنا بالنيابة عن البلد جاي أعتذر لك. فاكر زمان يا طارق لما قلت لي إنك نفسك تساعد في زق البلد دي لقدام؟ الحقيقة مش فاكر. عموما اهو دلوقتي بطارية البلد نامت خالص ومحتاجة منك زقة جامدة، عشان كده انا جاي اطلب مساعدتك. مساعدتي انا؟ ايوه. طب لحظة واحدة. ها؟ ربنا يساعدك انت. Yeah.
بس يعني الطابور ده كله مش عاجبك؟ انت وصلت هنا ازاي؟ حد يتصل بالشرطة العسكرية؟ حد يتصل بالشرطة العسكرية؟ ده شكل صلى على النبي والله ما يموت في ايدك يا فندم. واد ايه؟ ده مارينز؟ ايه اللي جابه هنا؟ مارينز ايه يا فندم؟ ده الواد علي بتاع تالتة رابع. يا فندم حضرتك شكلك تعبان، اتفضل حضرتك فوق واحنا هنكمل الطابور. السلام عليكم حضرة الناظر. وعليكم السلام. أهلا يا طارق. أهلا يا حبيبي. إزيك يا فندم؟ أنا آسف جدا يا فندم على اللي حصل امبارح. ولا يهمك. لما تيجي معاك. معلش يا فندم أعذرني، أنا كنت مسطول بس شوية امبارح. بس لما فقت النهاردة الصبح حبيت أجي وأعرف إيه الموضوع يعني. هو حضرتك كنت راكن تحت تقريبا وعايز زقة أو حاجة كده؟ أنت مش قلت إنك فقت؟ خلينا بقى في المهم. قول يا طارق يا ابني، انت ايه اعز نجاحاتك اللي حققتها وبتخاف عليها؟ انا الحقيقه ما عنديش اي نجاحات. طب ايه اعز حاجه عندك؟ امي. يؤسفني اقول لك ان امك في خطر. ام انا في خطر؟ وهو لو الايام لفت ممكن أو يحصل معاها اللي بنشوفه في التلفزيون الأيام دي لو ما عندنا سلاح رضع. وده هنجيبه منين؟ البركة فيك. البركة فيا أنا؟ طاري أنا عندي عمارة في مصر الجديدة جنبها جراج كبير، لو أنا رهنتهم دول ممكن يجيبوا 2 مليون. الصلاة على النبي يا فندم، ربنا يزيدك. المبلغ ده هيبقى تحت أمرك تعيش بيه عيشة باستراحة، تعمل أبحاث، تسافر، تشوف تجارب. المهم ان انا هحقق لك كل الظروف اللي تخليك تفكر وتبدع. الحقيقه انا مش فاهم حاجه. يعني هبقى سبونسر ليك لغايه ما تخترع لنا حاجه ندافع بيها عن روحنا. ايوه يا فندم، بس دي حاجات بتعملها مؤسسات وبحوث ومعامل، وبعدين انا مش باكي مين هترعاه يعني. يا ابني وانا بقول لك اصنع لنا سلاح رضع، انا عارف انه ما ينفعش. انا بتكلم عن النظريه، الفكرة، الإبداع اللي مفيش جهة عارفة تجيبه، هنجيبه احنا ونسلمه له. أنت كده يا بي عاوزني أرجع أحب الحياة من تاني، وأنا بصراحة ما بقاش عنده قدرة على أي حاجة. هتقدر يا طارق. يا خبر أسود، أنت اتجننت، أكيد اتجننت. خليكي مؤدبة وبلاش طولة لسان. أعمل لك إيه؟ ما أنت عاوز تضيع شقة عمرنا في الكلام الفاضي اللي أنت بتقوله ده. يا جهلة، ده مش كلام فاضي، ده دفاع عن البقاء. ما تتكلم يا فيلسوفة، ما تتكلم يا ابني. ايوه بابا صحيح، ده شغل الحكومة مش شغلتنا احنا. يا ابني هي الحكومة هتعمل ايه ولا ايه؟ ده المفروض ما يبقاش وراها شغلة الا ده في الظروف دي، مش احنا اللي نعمل سلاح رادع. نكتة دي والله. نصيبنا كده، حطينا في الظروف لازم ندافع فيها عن نفسنا بايدينا. عشان مرارتي ما تتفقاش هسألك سؤال واحد بس، هل فيه حد من الشبان في البلد دي يقدر يعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ فيه، والله العظيم فيه. طب وطارق اللي بتقول عليه ده يا بابا مالك واثق فيه قوي كده؟ لانه عبقري، ولو اتحط في ظروف صح ممكن يعمل لنا سلاح نحمي بيه روحنا من المصايب اللي جايه. شاكر يا حبيبي، ما فكرتش في ولادنا؟ بعد ما تضيع كل اللي حالتنا هيعملوا ايه في مستقبلهم؟ انهي مستقبل؟ من غير حاجة أخوف بيها اللي جاي يقضي عليا مفيش مستقبل. انتوا سذج ولا ايه؟ مستقبلهم اللي بتتكلمي عليه ده مش هيجي اصلا من غير السلاح ده. بس يا شكر، انا قررت خلاص، وهيجي يعيش معانا هنا في الشقة اللي قدامنا عشان اساعده واخدمه وراقبه. لا انتهى، وهروح اجيبه بكرة الصبح. عايزكم تستقبلوه كويس وتحسسوه بقيمة الدور اللي احنا مستنيينه منه. بنت يا صباح. نعم يا بي. تحفظي السر ولا تمشي؟ من ايام ما شفت عندكم بلاوي كان في حاجه طلعت بره. والله عمار يا مصر، بقى وسط الظروف المهببة دي يطلع واحد عالم زيك. ويا ريته نفع بحاجة.
ايه شرارة ام كلثوم دي كلها؟ معرفش اعيش يوم من غير ما اسمع صوتها. ولا يهمك، ليك عليا اجيب لك كل كوبليه قالته الست، بس انت شغل مخك. على اسرتي الصغيره اللي بقت اسرتك انت كمان. السلام عليكم. اهلا بيك. يسعدني ويشرفني اقدم لكم العبقري اللي قلت لكم عليه، طارق عبد الصمد. والله انا كنت فاكره اللي جاي يصلح الغساله. ابني محي في ثالثه كليه الهندسه جامعه القاهره، المدام مدرسه العاب سابقه، دي حماتي مسكين عيانه على طول. بنتي الكبيره سلمى فنانه تشكيليه. اهلا يا طارق، شرفتنا. ربنا يخليكي، متشكر قوي. ما تتفضل تقعد، البيت بقى بيتك خلاص. الا والنبي يا ابني، ما دام انت عبقري كده زي ما بيقولوا، ما تعرفش تلاقي لي حاجه دواء يعني للروماتيزم اللي في الركب؟ هو مش تخصصي والله، بس احاول. عاوزين نتفق على حاجتين في منتهى الاهميه. اولا، لو حد سالنا مين ده، ده واحد قريبنا من البلد جاي يقعد معانا عشان يبقى قريب من جامعة القاهرة اللي بيعمل فيها دكتوراه في اللغات الشرقية. غلط. عايز الناس تصدق يبقى ده واحد قريبنا جاي من البلد يقعد عندنا عشان يبقى قريب من معهد الكبت عشان عنده أنيميا مستعصية. طب ثانيا ايه يا بابا علشان تيتا عايزة تعرفها؟ ثانيا هتعرفوها بعد دقيقة واحدة فوق السطوح. اللي عملته في السطوح ده يا شاكر؟ ده انا قعدت اعمل فيه طول الليل يا ماما. صحيح يا بابا، ايه اللي عملته ده؟ ده جزء من خطه الخداع الاستراتيجي اللي هنتبعها. لازم ندي انطباع اننا عيله مجانين من اللي بيحبوا امريكا، مصالحهم هي مصالح امريكا، لدرجه اننا رسمنا العلم الامريكي فوق بيتنا. عاوزين نمنع اي شك، نبعد اي شك في اننا بنجهز حاجه للمقاومه. ها بس الجماعه الثورجيه بقى لو شافوه هيهدوا العماره فوق دماغنا. وايه اللي هيطلع الثورجيه فوق الاسطح؟ الثورجيه دايما في البدروم مستخبيين. تعال يا طارق، تعال. وانت تعالوا اقفوا هنا انتوا. تعال تعال يا طارق، اقف قدامي كده واحلف القسم ده. احلف على ايه؟ احلف القسم ده. هاتي في ايدك ده، يلا. اقسم بالله العظيم ثلاثه أن أستميت من أجل اختراع سلاح ردع يحمي هذا الوطن، وأن أضحي في سبيل ذلك بصحتي وسعادتي وبكل شهواتي. كل شهواتي؟ أمال أنت فاكر إيه؟ إحنا هتنشأ عمرنا يا حماتي، ما ينفعش كلام وسط الحلفان. أيوة كل شهواتي، أمال أنت فاكر إيه؟ كمل. ماشي، وأن أضحي بكل شهواتي، وأن أكون صادقا مع أستاذ شاكر في كل شيء يخص المشروع. والله على ما أقول شهيد. الله، سلاح الردع، الوطن. بعد إذنك أنا اضطريت على الصور دي هنا عشان تبقى حافز ليك. بس ده حافز يرعب. ما احنا يا ابني مش عاوزين نوصل لكده أبدا. بمناسبة الحافز، الشريط ده في أهم لحظات الفخر اللي عشناها من بعد حرب أكتوبر لحد دلوقتي. لو معنوياتك وقعت اتفرج عليه هيرفعها لك على طول. أنا فعلا هحتاجه كتير قوي. طيب هسيبك بقى تبتدي كفاحك. طارق، مصر كلها مستنية اللي هتعمله. اطمن. طارق، مصر كلها مستنية اللي هتعمله.
ده كلامي حضرة الناظر، ده كلامي يا بابا. طب هشربها يا بابا. في تهديد صريح وواضح أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان كونداليزا رايس أن التواجد الأمريكي في العراق يعتبر رسالة صريحة لإيران، وأن على النظام الإيراني أن يعي تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية أنت متوقع كده بمواصلة سعيه لإدارة النظر عنده حق، وذلك اعتبر المراقبون رسالة صريحة لإيران باحتمالية التدخل الأمريكي. ده هتحلو قوي والله، هينظفونا. حضرة الناظر احنا عايزين نعمل يا بطل. بقولك ايه، افتح القوس وزود ايران. خلصنا يا اولاد، ارجوكم تهدوا. الموضوع لسه مجرد تهديد، لكن انا اوعدكم لو الحكاية وصلت لضرب ايران هنخرج كلنا في مظاهرات. يا ناظر يا عيرة، يا نهار اسود، دول سابقنا بكتير قوي. يا نهار اسود، اعمل لهم سلاح رادع زي دول. انا لازم اقول للاستاذ شاكر على كل حاجه بصراحه. تؤسفنا يا فندم، ابشرك باننا ضايعين ضايعين لا محاله. الشريط ده فيه أهم لحظات الفخر اللي عشناها من بعد حرب أكتوبر لحد دلوقتي. ومجد عبد الغني وضرب الجزاء والمعلومة دي مش كانت تجيلنا بدري شوية عشان نلحق نتصرف؟ محي تتصل بالجماعة في شرم الشيخ تقول لهم طيارة 8 الصبح بكرة جاي عليها اتنين مهمين قوي من مجلس العموم يستنوهم قصاد المطار بمظاهرة جامدة. ماشي؟ ما تقلقيش يا سلمى، هنلحقهم ان شاء الله. سلمى احنا محتاجين الكمبيوتر التاني بسرعة. ها عرفت ايه المشكلة؟ 10 دقايق بالظبط واشغله لك. يعني عرفت تصلحه؟ ده انا صنعه من اول وجديد لو عايزة. ياه، ثقة دي ولا غرور؟ الاثنين. السلام عليكم يا شباب. خصفوا ولادك هيفقعوني ويجيبوا لي القلب. مالهم الاولاد؟ بنتك ام النضال جايبه اخوها ولاد الجامعه وعماله هاتش منشورات وهاتش اجتماعات، وباذن الله هتجيب لك البوليس السياسي لحد هنا. البوليس السياسي ده انت قديمه قوي. اللي هيجي لنا هنا امن الدوله، وبعدين بقى احنا يشرف منزلنا انه يشهد حركة مقاطعة الاكبر قوة في العالم. بابا. ايوه. تعال اسمع الخبر ده بسرعة. ايه؟ في تهديد صريح وواضح لسوريا، اعلنت الادارة الامريكية على لسان كونداليزا رايس مستشارة الامن القومي الامريكي، اعلنت انها ستقدم الى الكونغرس ما يسمى بقانون محاسبة سوريا، الذي يقضي بفرض عقوبات شديدة على سوريا قد تصل الى حد الحصار الكامل، وذلك ما اعتبره المراقبون تهديدا صريحا لسوريا باحتمال التدخل الامريكي. افتح القوس وزود سوريا. بص بقى، سيب القوس مفتوح، محدش عارف مين اللي هيدخل تاني. افتح الباب. ايه ده، انت قد الكلام ده؟ انا ناظر وبقول لك افتح الباب. وانا عندي عيال عايز اربيهم. افتح على مسؤوليتك. افتح الباب على مسؤوليتي. افتح. يلا يا اولاد، يلا علي صوتكم، سمع العالم كله يا ولد، علي صوتك. تسقط. أكدت كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صحفي، أكدت أن الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط يشكل خطوة مهمة نحو إقرار مشروع الشرق الأوسط الجديد. مما يرى سيجارة بانكو دلوقتي.
بنت اخرى يا مين يا حاج ابن عليك؟ شفتوا عايزين يعملوا ايه في سوريا؟ شكلهم هيتظاهروا عليها قريب. يا جماعه يا جماعه انتوا خايفين من ايه بس؟ سوريا دي وضع مختلف مختلف تماما، مش ممكن. وشوف الصفاقه، محاسبه سوريا زي ما يكونوا بيحاسبوا خدام عندهم. خليك صفيق زيهم واعمل قانون محاسبه امريكا. القوي هو اللي بيحاسب الضعيف، وهم القوي والله حينظفون. أيام شهور، أيام شهور. كنت فين؟ ساعة بضرب الجرس. كنت نايم. نايم وما بتشتغلش؟ يعني مرتاحش زي الناس. يا ابني في الظروف المهببة دي مفيش راحة. حاضر. تعال. انت في حاجة معطلك؟ جزء كبير من تفكيري ضايع في رغبتي في سجارة مخدرات. فأنا بقول أولى يعني لو نخلي الجزء ده من التفكير للشغل كويس قوي يعني. وسجارة واحدة في اليوم لحد ما أثرها يخرج من الدم. ايه انت زعلت؟ بالعكس، ده انا هفاجئك واصدمك بفكر جديد تماما. فكر جديد؟ ازاي يعني؟ هو اني بكره المكيافيلية، ان انا في الظروف المهببة دي طبعا الغاية تبرر الوسيلة. اروح على الساعة واحدة وارجع لك. رايح فين انت؟ هجيب مخدرات. انت اهبل ولا شكلك كده؟ عشان يتقبض عليك والمشروع كله يروح في داهية. امال اعمل ايه؟ قولي انت بتجيب ايه ومنين؟ انا اروح اجيب لك. انت اللي هتروح تجيب؟ ما هو مش لازم حد تالت يعرف الموضوع ده. خلاص، هتروح القلعه وتسال عن التاجر بتاعي، اسمه الحاج طلبه العفيف. هتقول له جاي من طرف طارق 3-0. ايه ده؟ ده الكود بتاعي عندهم. وتقول له ربع بانجو منجاوي. منجاوي عرانيس. عرايس. عرانيس جامع عرنوس. عرانيس. لو رايش هرجعك بيهم. ايه ده؟ لا مؤاخذة بابا، اصل الرايش ده ما بيعملش حاجة. لازم عرانيس. يا حصلت. تعالى يا ولد انت اهو. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انا عارفك يا انت بجسمك، انت في ثالثه رابع. مش اديني اساميكم، اساميكم بسرعه. ايه يا عم انت مخبر ولا ايه؟ انا حضره الناصر يا حمار. حضره الناصر؟ ايوه حضره. وعيدكم بهببه، انتم بتتعاطوا. ما هم المعاناه والاحباط اللي حوالينا في كل حته. دي اخر مره تعملوا كده. كبسه يعني. كبسه إيه حضره الناصر؟ يعني اخلع اخلع اخلع. ايه يا رب استر يا رب. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ربنا يستر. لو معاك حاجة ارميها بسرعة. انا معيش حاجة يا ابني، ارمي الفلوس. استنى استنى استنى. البوليس خلع. يا الحمد لله. الاول يا حاج ناظر، هو انت ايه اللي جابك هنا؟ هو في واحد بيقوم بمهمة قومية وانا جاي اشتري له بانجو عشان يعمل عليه ابحاث. وسكرت الا لسه؟ عيب يا ولد، انا ما بسكرش. هو قصده ان انت دخلت اشتريته ولا لسه؟ لا لسه. والحقيقه انا ناوي اكلفكم انتوا بقى بالحكايه دي
ويبقى انكم دايسين المنطقه عني. فكر جديد مكيافيلي. ده لحقت تلف الخوازيق دي كلها؟ متشكر قوي يا بابا، الاصطف ده عالي قوي. احنا اتفقنا سجاره واحده في اليوم. خليهم ثمانيه. ماشي ثمانيه. ما تاخد نفس. لا انا ماليش في الحاجات دي خالص. المهم انت كيفت؟ نعم الحمد لله. عدلت دماغك؟ مية مية. طب ما تقول لي بس اي تصور عن السلاح اللي بتفكر فيه. سلاح ايه؟ سلاح ايه؟ انا اسف يا بابا، احنا من زمان ما ضربتش. ها طب ركز معايا يا طارق. حاضر يا بابا. احنا للاسف مش هنقدر نعمل الا سلاح ردع دفاعي. ردع ودفاعي؟ اه. تيجي ازاي دي؟ بدل المعادله ما تبقى لو هتضربني عندي حاجه اضربك بيها، تبقى لو هتضربني عند حاجة أمنع وصول ضرباتك ليا. آه يعني نصده بس. بالظبط. ما دي الفلسفة القتالية. فين بقى السلاح؟ سلاح إيه؟ قوم يا طارق لما أنا آسف يا بابا. قوم معلش أنا غلطان. أنا من زمان ما ضربتش والله. معلش فين السلاح؟ اتفضل معايا. اتفضل. ممكن باخد بس الطبق ده؟ ممكن. لأن مش ضامن أرجع تاني هنا. طيب. مهم جدا في البداية تكون عارف إن التفوق الأمريكي الكاسح في العالم كله أساسه التفوق الجوي. طياراته وصواريخه تقدر تخش وتضربك من غير ما تشوفها أصلاً. عمره ما يواجهك على الأرض أبداً إلا بعد ما يهرسك من الجو. صح، هما كده فعلاً. إحنا بقى هنعمل في الجو ستارة دفاعية. ستارة؟ يعني إيه؟ لو نجحنا في توليد ستارة إلكترونية وأحدثنا فيها نشاط غير طبيعي، هتوصل لطاقة عالية جداً تحرق أي حاجة عاوزة تعدي منها. هتنفس. عبد الله السلام. والستارة دي هتغطي مصر كلها ازاي؟ لا طبعا هتغطي المساحة اللي جاية منها الغارة بس. وكده بقى الدكتور البلدي ملوش عندنا اي حاجة ولا يقدر يفتح بقه. احنا بندافع عن نفسنا زي القنفد، حاطط شوك حوالين نفسه وما يأذيش الا اللي جاي يأذيه بس. حلوة قوي. ما تجيب كمان نفس كده كتير عليك. طب بجد بجد والنبي يا طارق، بالسلاح ده امريكا مش هتقدر تهاجمنا ابدا. يا ابويا بقول لك اطمن عن ذلك الجو يا ولد. بس اهم حاجه في المشروع ده السريه. في بير؟ لانهم لو شموا خبر ممكن يقطعوا عننا المعونه. كولونيل كلارك. سير اتس يور ميشن. اعمل له ايه الحلم ده؟ اخد له شقه مفروشه؟ خير؟ في ايه؟ في واحده صاحبه الست سلمى اتصلت وقالت انها موجوده في مظاهره جامده قوي وبعدين الخط قطع. برضه خارج نطاق الخدمه. جرب تاني. طبعا خليتنا كلنا نايمين وخرجت من ورانا. ما هي لو كانت بتخاف من ابوها ولا بتعمل له حساب ما كانتش عملت كده. يا حاج خليكي محضر خير. اسكت انت. ايوه يا رانيا، انا بابا سلمى. بتقولي هي فين؟ مظاهره فين؟ امام السفاره الامريكيه. يا خبر زي ما انزل دلوقتي حالا تجيبها، انت فاهم؟ هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ انت اتجننت؟ لازم اجي معاك. وافرض مسكت يضيع المشروع. مش هينفع اسيبك لوحدك. يا شاكر ما تعطلوش. شفت يا شاكر عاوزه ايه انت كمان؟ هتنزل كده بالبيجامه والشرز؟ مبسوط انت؟
دي بنتي. مش وقت فشخره يلا. دي بنتي. دي بنتي انا. وهتعرف لك يانا اللي جايه كل اللي عملتوه فينا عشان يعرفوا عدوهم الحقيقي يبقى مين. هتلف الايام وهتتغير الظروف وهيجي يوم هنزل لكم فيه زي ما بتزلونا بالظبط. احمدكم عين عن امكم لان هم اللي هيدفعوا ثمن اللي بتعملوه فينا. ان كان دمنا خفيف عندكم النهارده بكره دمهم هيبقى ارخص عندنا. واذا كنتوا نجحتوا تضعفونا وتاخرونا بالكلاب اللي زرعتوهم وسطنا نحب نقول لكم ان احنا فوقنا خلاص. هنغير من نفسنا وهنصلح عيوبنا وعمرنا عمرنا ما هننسى طارنا منكم ابدا. كل نقطه دم سالت كل صرخه الم طلعت بسببكم هتدفعوا ثمنها حتى لو بعد الف سنه. عرضنا مش رخيص. هنفضل غصب عنكم ومش هتقدروا تفنونا ابدا. غصب عنكم هنفضل. الحمد لله الحراره نزلت. لو الوجع ما راحش لحد الصبح لازم نعمل اشعه على ايديها. اذا كانوا بره بيعملوا مظاهرات عشاننا مش عايزيننا احنا نعمل. تبيش يا بنتي تعملها كده تاني؟ غصب عني يا بابا حاسه بالعار هتجنن لو ما عملتش حاجه. يا بنتي ما النهارده زي كل يوم. ايه اللي جد عشان تعملي كده النهارده؟ الصوره دي نازله في جورنال النهارده خبيتها عنكم عشان ما تتخضوش. عايزني اما اشوف كده يا بابا اعمل ايه؟ أعمل إيه؟ أنا إيه اللي يودينا مظاهرات؟ ده أنا جد راح مظاهرات ثورة 19 لحد النهاردة ما رجعش. أهلا يا بابا اتفضل. إيه اللي أنت لابسه ده كله؟ يعني أنت اللي لابس مايوه؟ تعال. خير؟ الأنسة سلمى تعبانة؟ أخبار المشروع إيه؟ وصلت الحاجة؟ يا بابا إحنا بقالنا شهرين بس. يا ابني هي الحكاية فيها كام شهرين؟ دول افتروا قوي ولازم يبقى معانا وبسرعة حاجة ندافع بيها عن نفسنا. طب اتفضل اتفضل. أنت مروق نفسك أهو وعندك دفاية مش عندي أنا شخصياً. إيه اللي معطلك بقى؟ أنا بصراحة في حاجة مأثرة عليا ومشتتة تركيزي. إيه؟ أنا حلفت أكون صريح معاك. ما تتكلم بابا. أنا محتاج ست في حياتي. فجأة كده؟ أمال كنت عايش إزاي قبل كده؟ كنت برمي في البيت لكن دلوقتي أنا بعمل سلاح رد. مش معقول يعني يبقى مخي مشغول بشيبة ضيقة بلوزة مفتوحة. عيب كده كفاية. عندك حق. خلاص شاور لي على أي واحدة وأنا أجوزها لك فورا. بابا انا عاوز اتجوز بنتك سلمى. بنتي؟ مالك زعلت كده؟ ابدا بس يعني انا عارف ان انا مش قد المقام لكن عندي امل انكم ممكن توافقوا. وايه اللي خلاك تفكر في سلمى؟ ده كل حاجه تخليني افكر فيها. يعني انسانه مثقفه مؤدبه صاحبه موقف ناجحه مزه. ايه؟ اقصد يعني انا متاكد ان جوازي منها هيساعدنا اطلع كل الابداع اللي جوايا. تكونش دي تهيؤات العراليس؟ لا والله دي مشاعر حقيقيه. عارف انا لو تحققت عاطفيا خد مني احلى شغل. والله العظيم احلى شغل واحلى اسلحه.
يا لهوي يا شاكر، لا ده انت كده بقى كبرت وخرفت. خليكي مؤدبه وبلاش طول التلسان. امال عايزني اقول لك ايه وانت جايب لي خبر اسود زي ده؟ ده خبر مهبب. قلت عليك بنتك يا شاكر بقى ما نجوزهاش للمليونير اللي طلبها السنه اللي فاتت ونجوزها للبورس ده. وماله بس؟ ده حتى انسان ذكي ومخه شغال. ترضى ان ده يبقى جوز اختك؟ وماله طارق؟ يا بابا ملوش، هو انسان كويس وكل حاجه، بس انا عمري ما فكرت فيه كزوج. يا بنتي انت مش وطنيه وبتحب البلد دي، اعتبريها خدمه لمصر. يا لهوي، هنجوز بنتنا خدمه لمصر. طارق ولد عبقري، لو حققنا له امله هيفكر بابداع، وده اللي احنا عايزينه. ان كان على كده نجوزه الاحلى منها، نجوزه اربعه لو عايز. هو اختارها هي، وفي ظروف النكسه الحضاريه اللي احنا فيها دي العبقري رغباته اوامر، الناس العاديه زينا تنفذ. مفهوم؟ فين جهاز الضغط الاخر؟ بس يا بابا الامور ما بتتاخدش كده. مفيش بس. اتجوزي طارق يا سما. يا بابا انت مش فاهم الموضوع. اتجوزي طارق. بابا انت عمرك ما اكبرتني على حاجه. واديني بكبرك اهو. اتجوزي طارق يا سما. غصب عني؟ اه هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. انت قاعده بعيد كده ليه؟ شكل وحش، كأنك قاعدة معاها غصب عنك. ممكن أعرف أنت عايز تتجوزني دي؟ الحقيقة باباكي غصب عليا. إيه؟ هو بيلمح بقاله فترة، الظاهر مش طايقينك في البيت تقريبا، أو يمكن عشان مفيش حد بيتقدم لك أو سنك كبر. المهم كنت لازم أوافق، لأن باباكي جمايله كتيرة قوي عليا، وكنت لازم أساعده في مشكلة بنته. طب أنا همشي بقى بما إنك ناوي تهرب. خلاص يا ست خلاص، عاوز أتجوزك عشان بموت فيكي، ومتأكد ان لا هعرف افكر ولا ابدع ولا اعيش حتى الا وانت معايا. كل ده حصل في شهرين؟ وحياتك انت في اول دقيقتين شفتك فيهم. بس انا يا طارق كان ليا احلام بالنسبه للراجل اللي هتجوزه، وانا حتى ما لحقتش اعرفك، فممكن يعني تختصر لي المسافه وتقول لي ايه هي اهم مميزاتك اللي ممكن اتجوزك عشانها؟ لا خبر يا سلمى، ده انا كل مميزات. ايوه ماشي، يعني قول لي كم واحده فيهم. يعني خد عندك مثلا ذكي، صحتي كويسة، بحترم المرأة، عملها وحريتها. بصفة عامة أنا شاطر جدا مع المرأة، في كل ما يخص المرأة اعتبر بريمو، ودي أهم ميزة فيها. بس للأسف مش هي دي الأسباب اللي ممكن تخليني أتجوزك. ولا بريمو اللي قلتها في الآخر دي؟ السبب الوحيد اللي ممكن يخليني أتجوزك يا طارق هو مصر. مصر؟ أيوة. أيوة إزاي يعني؟ لو جوازي منك هيساعدك ويخليك توصل للسلاح اللي هيحمي البلد ويحمينا، أنا موافقة. يعني هتتجوزينا عشان خاطر مصر بس؟ مع احترام لمصر طبعا، بس ما فيش سبب تاني؟ لا، اهو تبقى مصر نفعتنا بحاجة. ويلكم كل. اتكلم عربي، احنا في مهمة. صباح الفل يا كل. نهاره أبيض إن شاء الله. الإدارة ذكرت إن العملية اللي سيادتك جاي عشانها صعبة جدا. يكفي أقول لك إنها ممكن تهدد التفوق الأمريكي. اطلع بسرعة، ورانا شغل كتير. اتفضل يا استاذ. الطلب اللي انت بتطلبه ده صعب عليا جدا، وبعدين المعازيم تقول عليا ايه؟ ما انا قاصد اخليهم يستغربوا. اتفضل. وانا مالي، انا دي شيء مشهور وليا سمعتي، وبعدين كده محدش هيجيبني في اي فرح تاني. من فضلك اعمل اللي بقول لك عليه، يا اما اخد العروسه وامشي. اتفضل. ايه اللي ابوك عامله ده؟ هو عشان الفرح على حسابكم يعني؟ اسمع واستمتع وانت ساكت. لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا خوار، عدونا غدار، خلي السلاح السلاح صاحي صاحي
الشراب. طبعا هتقولي لي دي الزفت. هو جو التعبئه العامه ده هيفضل كتير. مش بنسخنك. هو انا هدخل على مصر. انت تقدر. تعالى. على فكرة رجالة كتير بيحصل لهم كده في ليلة الدخلة. اه ده في العالم كله بيقول لك 30% بيحصل لهم كده. اه و70% ما بيحصل لهمش. وال30% مش شوية يعني. وتقولي بس ما أهم مميزاتك. والله فعلا ده أهم ميزة فيا. والأيام هتثبت لك والسر ده هيثبت لك وهتشوفي. خلينا في المهم دلوقتي. أنا خايفة الموضوع ده يأثر على نفسيتك ويأثر على تركيزك في المشروع. هنعمل إيه؟ أنت بتتكلمي كده كأن الموضوع ده هيطول. لا أنا مش هسكت. أنا هقلب الدنيا. ها قول لي بقى إيه أكتر حاجة قلقاك وشغلاك اليومين دول؟ موضوع الأمريكان طبعا قربوا قوي. ربنا يستر. لهو أنت زي حماك مصدق إن الأمريكان هيجوا هنا والتخاريف اللي بتتقال دي؟ ما تغلطش وخليك في الخيبة اللي قدامك. ما هو الخيبة اللي قدامي ده أنت سبب فيها بالوساوس اللي أنت زرعتها جوه الواد. منك لله يا شيخ. أنت هتصدق والشاي الهاري؟ يعني انا السبب؟ ايوه انت السبب. ليه يا دكتور؟ في راجل طبيعي ممكن ينام مع مراته وفي خطر واقف له على الباب؟ لا طبعا. ده لو حد معدي في الشارع وعطس العمليه كلها بتبوظ. جميل. اهو انت مفهمه بقى ان في عصابه واقفه له على الباب مستني منه ايه؟ طارق احب ابشرك مفيش حد بيحصل له ده الا الراجل الوطني اللي بيحب بلده. ما ينفعش اكرهها يومين في الاسبوع. طب الظروف دي ممكن تطول هيفضل وطني كده على طول؟ طول ما العصابه على الباب او زي ما انتم متصورين انها على الباب هيفضل وطني كده على طول. هذا وقد اصدر مجلس جامعه الدول العربيه بيانا استنكر فيه الممارسات الامريكيه ضد الشعب العراقي. وشدد المجلس في هذا البيان على ضروره الاسراع في نقل سلطه الى العراق. يعني جوزناك عشان تروق وتبدع يوم يطلع لنا الخازوق الوطنية ده؟ على فكرة يا جماعة هتسيح ولا ايه؟ ده أقل واجب. اللي منكم عنده مشكلة مع مراته في فراش الزوجية ما يزعلش. بالعكس دي حاجة لازم يكون فخور بيها. فخور بيها؟ ازاي؟ اتضع علميا ان في الظروف المهببة اللي احنا عايشينها دي الراجل اللي بيحب بلده وشايل همومها لا يمكن يبقى كويس مع مراته وإذا وسام على صدره بيقول إنه راجل وطني. ده أنا على كده ما بحبش مصر خالص وأنا مقدم على هجرة وأنا ما عنديش ريحة الانتماء بس الحاج هو اللي وطني قديم. اخرس ده أنا جاسوس. ما
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شفت يا بابا اكتشفوا ايه في العراق؟ This girl. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ايه شاكر، هو الكابوس رجع تاني ولا ايه؟ ظهر الكابوس ده هيطول. بص بقى يا باشمهندس، انا عاوزك تسدلي كل الفتحات اللي موجوده في الجراج وتعمل اي حاجه في الحيطان تمنع خروج الصوت من جوه لبره. بس ده هيكلفك كتير. مش مهم التكلفه يا باشمهندس، وعاوزك كمان تعمل لي سلم هنا جنب الحيط اطلع منه على شقتي على طول. حضرتك هتعمل ايه هنا بالظبط؟ استوديو رقص. رقص؟ اه، رقص ومسخره وقله ادب وحاجات من دي. ما هو ده اللي ماشي اليومين دول يا باشمهندس. عولمه بقى. أنا بقى يومين ما بنامش من كتر التفكير لغاية ما وصلت قرار مهم جمعتكم النهاردة عشان أبلغكم بيه. قرار إيه يا بابا؟ واضح من الظروف، العراق، سوريا، إيران، ليبيا، السودان، واضح إن الخطر بيقرب قوي قوي. وللأسف الأخطار لسه ما وصلش لحاجة. إيه؟ هتمشوني؟ لا، أنت مشروعك مستمر وربنا يوفقك فيه. بس بعد حكاية أبو غريب دي أنا شايف إنه لازم يكون عندنا حاجة ندافع بيها عن نفسنا إذا اضطرتنا الظروف، بدل ما يمسكونا من أفانا ويزحفونا على وشنا. قصدك إيه؟ هات من الآخر يا شاكر. أنا قررت نجيب سلاح ونبتدي نتدرب عليه. كل واحد فيكم هيستلم ارجيه وكلاشينكوف و5000 رصاصه و100 قنبله يدويه. اما بقى بالنسبه للالغام هتكون اخر خطوه. لو لقينا الوضع رايح في داهيه هلغم البيت والغمكم. يا مش ممكن الحاجات دي تفرقع، فتيدي تقيله قوي، هشيلها ازاي دي؟ يعني انت يا تيتا اقل من ستات المقاومه في فلسطين؟ ها؟ ولا اقل من الفلاح العراقي اللي وقع طياره في قرديش؟ واحنا هنعيش ازاي بس في وسط البلاوي دي؟ الظروف اللي حوالينا بتقول ان السلاح من هنا ورايح هيبقى شيء طبيعي في حياتنا. ما يتهيأ ليش جون مجد عبد الغني هينفع في الظروف دي؟ ده عاوز كاس العالم كله. يا متنا دام على اللعيبة. في الانسانيه يا جاك. No. جاك اعقل يا جاك، الحقوني. طارق جاك، مالك يا طارق؟ اعقل يا جاك. طارق في ايه؟ طارق
في ايه؟ اصل جاك. جاك مين؟ لا 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 مفيش حاجه. لا مفيش حاجه. تعال. احب اعرفكم بسياده اللواء حسان، هو اللي صمم ميدان التدريب ده وهو اللي هيتولى تدريبنا. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد بكم جدا لاني بعتبركم نواه حقيقيه للمقاومه الشعبيه. لو لا قدر الله قرب مننا اي خطر، عايزكم تنسوا انكم مدنيين. في السنين اللي جايه اي واحد منكم لازم يكون عنده استعداد للحياه العسكريه، لان في وقت الازمه الشعب كله يبقى جيش دفاع. واول حاجه هنبتدي بيها ان شاء الله هي استعمال السلاح في ضرب النار، لان في لحظه سودة غبره مش هينقذك غير السلاح اللي في ايدك. وبعدين احنا لازم نتعود على الخطأ. اتفضلي يا مدام. المدام قال. وبعدين يا بابا في التنبيط والسياح لو ما سكتش اخليه يوقفك زينا. يا اخويا توكس. الله، هو في ايه؟ لا دي مشاكل عائليه. الله، احنا مش قلنا ننسى ان احنا مدنيين؟ انتبه. انتبه. احسن. اتفضلي يا مدام. بص الهدف بتاعي كويس. خدي نفس عميق، اكتمي النفس، وعند ما تكوني جاهزه اضربي. احسن. كويس يا مدام. اتفضلي يا حاجه. ايه انا؟ نجيب لها التبه هنا قدامك؟ ما ينفعش. اتفضلي يا حاجه. حاضر يا اخويا حاضر. الله، ما تفضلش ليه اهو، انا يعني صغيره. انت قول لي اعمل ايه وانا هعمل كل حاجه. اتفضلي. اعمل ايه؟ امسكي البندقيه عادل. ايوه عادل، الحكام الدبشك. اهي خدي هدف. اها اتفضلي اضربي. اضرب. واضح ان التدريب هيكون فيه خسائر. هتحارب معانا ازاي بس؟ ده انت اول واحده هتموت في التدريب ان شاء الله. حاكم الدبشك. طارق، طارق ايه؟ تعال نطلع فوق. واضح ان هو مغلول منهم قوي. اصلهم سببوله في احراج مزمن. ها؟ اه. ايه الاخبار؟ الحقيقه الموضوع صعب جدا. ليه؟ تم حصر كل اللي اسمهم طارق في القاهره، طلعوا 54,000. اللي في سن الشباب 27,000، واللي دراستهم تتعلق بالموضوع ده 2700. الاداره منزعجه وعايزانا نوصل لاول الخيط بسرعه. سيادتك شايف ان الامر صعب. لما يكون الامر متعلق بمستقبل امريكا مفيش حاجه صعبه. طارق، ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه رايك؟ جبتيه منين؟ فصلت. ليه؟ يعني حسيت انه هيبقى حلو عليا. هو فعلا حلو قوي. انا قلت استفيد بكرهك ليه واحوله لطاقه منتجه. طاقه منتجه؟ طب تعالى لي بقى. ايه؟ انت بقى اللي مغلبني ومخوفني ومقصر رقبتي. انا قدامك اهو، اعمل فيا اللي انت عاوزه. تعال معايا. على فين؟ هقدرك. اتمشى قدامي، لف واديني ظهرك. انت
تقدم للأمام، تقصع شوية أكتر، أنا عايزك تتقصع أكتر، أنا عايزك تتمسك أداب وأنت بتتقصع. تعالالي يا مايس. أديني جيت أهو، عايز إيه تاني؟ حاسس السلاح يطول تقريبا، ده اللي هيحصل يا سافل يا وقع يا عسل. بيان رقم واحد، نجحت قواتنا في اختراق دفاعات العدو واقتحام جميع النقط الحصينة. طول عمري كنت بحلم بعد ما اخش دنيا بخمس دقايق حبيبتي ترقص لي. ارقص لك بس مش زي ما كانوا بيرقصوا في ايام عصر الحريم، انا هرقص لك كسلمى البنت المثقفة اللي بغض النظر، بس ترقصي كده كده تكسف. انا مش هتكسف. طب ايه رأيك في لبس الفرقة 14 المحمولة جوا؟ ما ينفعش فرقة غواصات، ما تبقاش طماع. بقول لك ايه، بيان رقم اتنين. السلام عليكم ورحمة الله. حرما جمعا ان شاء الله. طمني ايه الاخبار؟ هم دول طارق وشاكر اللي بندور عليهم. وعرفتم وصل لغايه فين في البحث بتاعه؟ احنا دخلنا على الكمبيوتر بتاعه ما لقيناش حاجه مهمه، واضح انه عامل احتياطات امن قويه جدا. غريبه، ازاي بعد كل التخريب ده اللي بنعمله في حياتهم لسه في ناس بتفكر صح وعايزه تحمي نفسها بسلاح ردع؟ مطلوب وبمنتهى السرعه نعرف طارق ده وصل لغاية فين في البحث بتاعه. استنى استنى، ارجع تاني. ايه اللي مبسوط؟ ده انا حاسس ان انا حاضن قوات التحالف. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت عرفتي؟ هي بنتي يعني هتطلع اشطر مني ولا انا كمان ماليش نفس احارب؟ ايوه ميسه، بس انت عارفه ان القوات في حاله استرخاء نسبي اليومين دول. بس تكون العدو قدامك كده
ده ما يرفعش من حالة الطوارئ عندك؟ القوات الآن أصبحت في حالة السداد القصوى وهتحربي، والله لخليك تحربي الليلة. ويلكم أما نشوف. ده أنت هتشوفي ليلة سودة بعون الله. فاير! الإدارة بتقول إن أفكار طارق تعتبر مهمة إلى حد ما، وإنه بنوع من الإبداع ممكن يطور الأفكار دي لسلاح دفاعي خطير. أبدأ في خطة للتخلص منه؟ لا 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 لا، قتله مش هيفيدنا في شيء. أمال هنعمل إيه؟ بابا! بابا! إيه في إيه؟ سلمى عقلي! بابا! عقلي يا سلمى! إيه وعملت تلبسنيش! إيه يا سلمى في إيه؟ اتخانقتوا مع بعض؟ يا بنت تعالي ما تفضحناش! لا أنا لازم أقول لبابا! إيه بنت طلب منك حاجة حرام؟ يا خبر أسود! إيه في إيه يا أولاد؟ خضيتوني! بزعلي ليه يا سلمى؟ صباح قومي ادخلي جوه، هنتكلم كلام كبار. إيه؟ كلام كبار؟ ما تتكلمي يا بنتي قلقتيني. ما تردي بقى وخلصينا. الاستاذ بعد ما ساعدته بقى اسد زي اللي رسمه على ظهره ده، جايب لي كل حاجه منع الحمل، قال ايه مش عايزني اخلف. نعم يا عمر. اسمه طارق. انت كنت تحلم تخلف من واحده زيها؟ ده انت تبوس ايدك وش وضهر. استنوا بس يا جماعه لما نفهم ايه الحكايه. انت يا ابني مش عاوز تخلف ليه؟ اجيب عيال ازاي وانا كل ما امسك جرنان ولو بالصدفه الاقي فيه العرب بيضربوا بالجزمه؟ عايزنا نجيب عيال عشان يضربوا بالجزمة. على فكرة بقى الرأي ده ابتدى ينتشر كتير الأيام دي. طبعا ما هي خطة مرسومة، يأثروا على الناس الهبل ويخلوهم يكفروا بالمستقبل وينتحروا بإيديهم. والله يا بنتي الأيام دي ما تشجعش على الخلفة خالص. جرى إيه يا بابا؟ يعني نوقف نسلنا ننقرض؟ مش ده اللي هم عايزينه؟ يا بنتي أنا أقصد يعني نستنى سنتين ثلاثة بس لما نشوف هيسيبوا المنطقة ولا ناويين يقعدوا معانا على طول. وافرض قعدوا؟ يبقى طارق عنده حق. يبقى نجحوا يوصلوكوا للإحساس ده، أنا بقى ما نجحوش معايا وعندي أمل في المستقبل وهخلف عشرة كمان وفي يوم من الأيام هيحكموا العالم. يحكموا العالم؟ ولادك أنت هيحكموا العالم؟ أنا فاشل الزوجية وهتيجي عشان نخلف، لو مش عاجبك هخلعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير؟ ايه الموضوع المهم اللي انتوا عاوزيني فيه بسرعه ده؟ ومالكم محترمين الواد السيد بشكل؟ انا متابعك من زمان لغايه ما عرفت بذكائي وبمفهوميتي ايه اللي بيحصل في الجراج. انا كنت ناوي اضمكم معانا بس كنت مستني لما الموضوع يترستق شويه. على العموم اهلا بيكم وحي على الجهاد. أعدني أقدم لكم طارق. أولاً هو جوز بنتي، ثانياً وده المهم عالم مصري شاب بيسابق الزمن من أجل الوصول لسلاح لردع أي حد يهددنا. كما أنه يشرفني أعرفكم سيادة اللواء إحسان، هو اللي هيتولى تدريبنا ولو حصل حاجة لا قدر الله هو اللي هيقود المقاومة. ما شاء الله والله عمار يا مصر. نتوكل على الله ونحلف القسم نقسم بالله العظيم لك أن نعمل أمورنا بأقصى الطاقات الممكنة وأن نستفيد في الدفاع عن هذا الوطن. والله أعلم ما نقول شريك الله الوطن سلاح الأرض.
السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ احنا CIA. هنهزر بقى وهتعمل لي فيها كاميرا خفيه والامه مش ناقصه عرف. اتكل على الله. احنا مش بنهزر يا شاكر، احنا عاوزينك انت وطارق شويه. ايه مالكم متوترين كده ليه؟ فشل. احنا مش متوترين ولا حاجه. هنتوتر ليه؟ انا عادي مش كده. عموما احنا مش هنعطلكم. يا ريت، عشان النهارده ليله الخميس وانت عارف بقى ليله الخميس محتاجه ترتيب. اكيد عارفين موضوع الخميس دول CIA. طبعا احنا عارفين كل حاجه عن سلاح الردع اللي بتحاولوا تخترعوه. الحاجات دي خرجت من البيت ازاي؟ احنا جايين نعرض عليكم تسلمونا التصميمات والافكار اللي وصل لها طارق. وده في مقابل ايه بالصلاه على النبي؟ في مقابل اي ملايين تطلبوها، او لو تحبوا تيجوا تعيشوا في الستيتس، وهي تبقى فرصه يا طارق تعيش في البلد اللي بتقدر العلم والعلماء. انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ والله ما انا عارف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بقى عاوزنا نلغي مشروع سلاح الردع عشان تلف الايام ويتعمل فينا اللي بيحصل في ابو غريب؟ صدقني يا طارق انا مش بكلمك يا كابتن. يا طارق صدقني هنا مش هتقدر توصل لاي حاجه، كان غيرك اشطر. ليه؟ وانت مستغبيني؟ لا بالعكس، انت انسان ذكي وشاطر وزي الفل، بس بقى حواليك ظروف تمنعك انك توصل لاي حاجه. بس اعتقد الظروف مثيرها. يعني الظروف دي احنا اللي عاملينها ومربطينها بحيث ما نسمحش لاي ابداع انه يطلع. نصيحتي ليكم خليكم عاقلين وقبلوا العرض ده. يقبلوا ايه يا مخبول؟ انتوا فاكرين ان انتوا تقدروا تشتروا كل الناس بفلوسكم؟ هو انت بقى اللي عامله حمله مقاطعه على النت؟ ايوه انا اللي عامله حمله مقاطعه على الزفت. على فكره مدام سلمى انت حلوه قوي في لبس المارينز. والله ما تخلي الكلام ده الواحد مش لابس حاله. خلونا في المهم، تحبوا تاخدوا وقت عشان تفكروا؟ نفكر في ايه بمناظركوا دي؟ قوم يا عم قوم، مش قالك النهارده الخميس؟ انتوا كده هتضطرونا نتخذ مواقف مش هتعجبكم. طب يلا بينا ان ناخدكم رهايب، يلا اتكلوا على الله. وبقولوا لهم هناك ان احنا هنا شغالين كويس قوي عشان نكتر ونبقى 200 مليون ونفرسكوا. ايه؟ انت متأكد؟ افتح التلفزيون بسرعة. في تهديد صريح وواضح لمستقبل الأمن القومي لجميع الدول العربية، أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان كوندوليزا رايس أنها ستقوم بتزويد إسرائيل ب5000 قنبلة ذكية، والتي تعتبر سلاحا استراتيجيا حاسما. وذكر المراقبون أن هذه الخطوة ستضمن بالتأكيد التفوق النوعي العسكري لإسرائيل على كافة الدول العربية. اشتغل بقى اشتغل بقى، أبوس عدادك، مش قادر استحمل الضغط والقهر اللي عليا. ايه اخبار المشروع يا طارق؟ الحمد لله. وصلت الحاجه؟ يعني ربنا سهل. ما تعجل يا اخي، اديني وشك كلمني كويس. ها قولي بقى وصلت لايه؟ لسه بحاول. يعني ايه؟ انت بتصعبط؟ ما انت شايف اللي بيجري حوالينا. اعمل ايه بس؟ تعمل ايه يعني ايه؟ حقنات نفسيا وعاطفيا ودماغيا، نعمل لك ايه تاني؟ يا بابا ما تقوليش يا بابا، انا حضرة الناظر. طب يا حضرة الناظر، انت عارف انت بتطلب مني ايه؟ انت بتطلب مني الحق ناس سبقانا ب100 سنة ضوئية، ولا مش واخد بالك؟ وبعدين اجيالكم كانت فين؟ كانت فين والفرق ده عمال يوسع؟ ولا سايبيننا احنا نضيقه بعد ما بقى في وسع المجرة الكونية لحد ما وصلنا للمنظر اللي حضرتك شايفه ده؟ ولا انتم مش مدركين انكم مسلمين الراية عاملة كده؟ عاوزيننا نرفعها بقدرة قادر تبقى كده؟ يا سلام يا أستاذ، انتم مسلميننا ليهم بدون ملابس داخلية؟ مسلميننا ملط
القول يا حضرة الناظر يبدأ التاريخ. أكيد الإدارة أوصت بالتخلص منه. بالعكس، الإدارة عايزة طارق يستمر في بحثه. يستمر إزاي؟ مش فاهم. إحنا عندنا دلوقتي في أمريكا معمل كامل شغال على سلاح مضاد لسلاح طارق، وعشان نضمن إن سلاحنا ده صح لازم نجربه على سلاح طارق. يوه، بس إزاي هنعمل مواجهة بين السلاحين؟ هنستغل سذاجتهم ونستدرجهم للمواجهة دي. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. على الرباب بغني. طارق، ايه اللي انت عامله ده؟ اصل مفلوس منه قوي، فضل كسر عيني 6 شهور ابن الجزمه. ايه يا جماعه، مالكم محبطين كده ليه؟ طارق عنده خبر هيفرحكم قوي، خبر مهم جدا يا بابا. انا تقريبا وصلت للسلاح نظريا. أنا كده مش ندمان إني جوزتك بنتي. طيب الخطوة الجاية إيه؟ هنسلمه بقى للجهات اللي تنفذه وتصنعه وتحوله لسلاح حقيقي. برافو 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 يا فندم، برافو. بس يا خسارة جت في العارضة. لا بس ملعوبة إيه، موزة والله موزة. شكرا. برافو يا فندم. أهلا وسهلا. أنا متأسف إن أنا أخرتك، ولكن أديك شايف الجيم سخن، اتفضلوا أموره. أي خدمة. طبعا سيادتك كواحد من أهم رجال الأعمال في مصر وفي العالم كله، ومعروف مسدتك لكل المواهب في كل المجالات، طارق جوز بنتي عنده حاجة عبقرية ومحتاج مسندتك علشان تتم. طبعا طبعا، ما هو مساندة المواهب والعبقريات ده جزء من واجبنا تجاه البلد. والله يا فندم احنا رحنا لكل الجهات والهيئات والمراكز اللي المفروض تساعدنا، ومع ذلك ادونا الطرشه. بقولنا نيجي لسيادتك واملنا في الكبير ان شاء الله. قوي قوي، انت بتلعب ايه؟ لا يا فندم ما بيلعبش. امال بتغني؟ ولا بيغني يا فندم، طارق عنده حاجه عبقريه محتاجه تمويل ضخم عشان يتم تنفيذها. ايه بقى الحاجة العبقرية اللي عايز تكلمني عنها دي؟ سلاح يا فندم، سلاح هيخلي الأجيال اللي جاية تعيش مرفوعة الرأس. سلاح دفاع يا فندم، ممكن يحمي مصر من أي قوة في العالم، ده غير إن احنا ممكن نبيعه بمليارات الدولارات لأي بلد تانية. ايه ده؟ حصل حاجة فيه؟ شوف، للأسف الشديد بصفتي رجل من كبار رجال المال اللي في العالم، العين عليا، ولو بره حسوا بحاجة زي دي ممكن انهم هم يدمروا الاشغال بتاعتي، بل ممكن انهم هم يجمدوا الارصده بتاعتي اللي عندهم في بنوكهم. طب يا فندم، ما هو ممكن سيادتك تساعدنا عن طريق غير مباشر. ما تودوها للهيئه المصريه للتصنيع. رحنا يا فندم، رحنا، لانهم بيعملوا تلفزيونات وفيديوهات ودش. بما انك انت ضليع بالشكل ده في التكنولوجي، انا هعرض عليك مشروع مهم ممكن يكون لنا سبق فيه. انت عارف الناس عشان تنزل رنات جديده على الموبايل بتتصل برقم وتاخدها منه. ايه رايك بقى احنا نعمل الكترونيك كارد، كارت الكتروني يتباع في المحلات، بيكون فيه رنات جديده، بيكون فيه مسجز الوان، بيكون فيه رسوم متحركه، اي حاجه الناس عايزه تشوفها وتتخيلها، وبالشكل ده نكون وفرنا لهم خدمه هم محتاجين لها. ايه رايك يا بطل؟ رنات جديدة للموبايل، هو ده المشروع القومي اللي احنا مستنينه من زمان.
يا الأمة ناقصة محر. والله إحنا ما نستاهل نعيش. إحنا عالة على العالم. إحنا بيبين يا جماعة. يا جماعة خليكم معايا يا جماعة. إحنا كنا بنحاول نوصل لحاجة تخلي عندنا كرامة. لكن يؤسفني أبشركم إننا حنفضل بدون كرامة. يؤسفني أقول لكم إننا لو دخلنا أي مواجهة في المستقبل هيبقى الحل الوحيد اللي نملكه إن الواحد مننا ينزل على ركبه ويبص العدو باحترام ويتوسل إليه. بليز دونت فك مي. هو ده الحل اللي نملكه. بليز دونت فك مي. يا جماعة يا جماعة اسمعوني. اسمعوني بقى أرجوكم. طارق عايز يقول لكم حاجة. إحنا اللي يهمنا دلوقتي نتأكد إن السلاح اللي نجح نظرياً هينجح عملياً. مسألة تنفيذه وتصنيعه ده حاجة تانية بقى. تقصد إيه؟ أنا هحاول أصنع نموذج مصغر من السلاح ده وأجربه بشكل عملي. ولو نجح احتمال حد يساعدنا. قلت محدش يخش. الأوضة فيها أشعة خطرة. شاكر بيه عاوزك دلوقتي ضروري. طيب روح انت وانا جاي وراك. أهلا يا أستاذ طارق. ايه ده انتم هتصاحبونا ولا ايه؟ هتنطولنا كل شوية؟ مش المدام طردتكم قبل كده؟ يا طارق عايزينك. قومي علي طارق. يلا يلا. ايه يا طارق انت ابتديت التجارب بتاعتك ولا ايه؟ ايه يا ابني اللي انت لابسه ده؟ كنت بلحم حوض سمك. باختصار احنا عارفين انك خلصت فكرة السلاح بتاعك نظريا ولفيت عشان حد يساعدك في تنفيذها. ما حد سأل فيك زي ما قلنا لك. تقصد ايه يعني؟ انت مش سلاحك عبارة عن ستارة الكترونية تحرق اي صواريخ او طيارات تحاول تعدي منها؟ هو كده بالظبط. احنا بقى هنركب حاجات صغيرة كده في الطيارات والصواريخ دي تخليها تعدي من الشبكة الدفاعية بتاعتك من غير ما يحصل لها اي ضرر. تحب تجرب سلاحك قصاد سلاحنا؟ يا ريت عشان نتفرج. نتفرج ايه بس يا حاج؟ استني. انت خفت ولا ايه؟ لا خفت ايه؟ لا ما خفتش ولا حاجه. خفت ليه؟ معادنا يوم التجربه. بس اوعى تزوغ. ممكن نبعده شويه لليوم ده؟ ابعد زي ما انت عايز بس برضو اوعى تزوغ. مالك اتوهمت كده ليه؟ لا ما اتوهمتش على حاجه. ما فيش حاجه خالص. اتوهم ليه يعني؟ مالك تنحت كده ليه؟ هو سلاحك ده طلع اوانطه ولا ايه؟ ما ترد يا طارق ما تريحنا. والله شكله كده ضيع شقه عمرنا على الفاضي. لا عملت سلاح ولا زفت. الله يا جماعه ما بلاش احباط بقى. ان شاء الله هيقدر عليهم. طارق مش تطلع تنام بقى؟ ميعاد التجربة بكرة بدري. عايز أتأكد إن كل حاجة صح. أنت خايف؟ يعني حاسس. حاسس بإيه؟ حاسس إن البرازيل هتلاقي بأسمنت أسيوط. ايوه ايوه. ايه يا طارق قافل على نفسك ليه؟ براجع براجع. طب يلا يلا. ايه يلا؟ خلاص الجماعه الامريكان وصلوا. ايه
اتفضل يا طارق. يا جماعه احب اعرفكم اننا النهارده عندنا ضيوف من السي اي اي جايين يتحدوا طارق. بيقولوا ان عندهم سلاح مضاد لسلاحه. دلوقتي هنشوف. اتفضل يا طارق. هنفترض ان ده هجوم بطيارات جاي علينا كده. عند الخط ده هتبتدي الستاره الالكترونيه اللي مولدها الجهاز، واي حاجه فيها وقود هتحاول تعدي هتنفجر ان شاء الله. دلوقتي ممكن نبدا التجربه. زعلش مني. وده راسك ابوسها. انا مكاني قدامك. مكان الطبيعه قدامك يا جاك. This girl. صباح الخير يا بابا. صباح الخير بابا. طارق عنده خبر احتمال يكون كويس. انا اكتشفت ان كنت غلطان في حاجه وهحاول اصلحها واعمل تجربه تانية بكره. بجد يا طارق ولا برضو هيبقى مش مش مش. ربنا يستر. طيب طارق الفجر قرب جدا، مش تقوم تصلي وتدعي ربنا يوفقك؟ يا منقذي في شدتي. يا رب التجربة تنجح، يا رب ده احنا غلابة.
يا رب ما تحكم فينا الأمريكان. سلاح ردع يا رب، سلاح ردع يا رب، سلاح ردع يا رب. نفسنا نعيش لغاية ما نكبر ولادنا، نفسنا يبقى لنا المستقبل. ربنا منحنا القوة لندافع عن أرواحنا. نادر علي يا رب لو التجربة دي نجحت، لعامل طريق كويس وانسى كان حماك. يا رب سلاح ردع يا رب، يا رب يا رب يا رب. آخر مرة هتشوفونا فيها. شوف يا شاكر، لآخر مرة هنطلب منكم تسلمونا السلاح وتصميماته بأي مقابل، وإلا هنتصرف معاكم بشكل تاني. السلاح ده مش هيفيدكم بحاجة، انتم مش حاولتم تعرضوه على جهات كتير تصدقكم وتساعدكم؟ ايه اللي حصل؟ حتى لو حاولتم تنفذوه في أي بلد عربية أو إسلامية مش هتنجحوا، لأننا ناشرين في مراكز اتخاذ القرار في البلاد دي مجموعة من السفهاء، وهم بغبائهم بيمنعوا أي إنجاز إنه يحصل. مسير أوضاعنا تتغير وحقيقي ناس بتفهم، وحنفذ السلاح معهم. أنت بتحلم. ما نحلم، أنتوا إيه مستكترين علينا كمان نحلم؟ ما دمتم رفضتم التعاون معانا يؤسفني اقول لكم هنعمل فيكم ايه. يا وقحتك يا اخي. سلمى تعملوا ايه يا باشا؟ ان شاء الله عشان نضمن ان السلاح ده يظل مجرد فكره لازم نبعدكم عن الحياه العامه خالص. بلد اهلك هي، تتصرف فيها زي ما انت عايز. هتبعدنا لحد فين يا؟ بكره الصبح في الف جهه هتطلع وتثبت انكم مجانين، وهيصدر قرار بوضعكم في مستشفى الامراض العقليه مدى الحياه. ايه انتوا مالكوا خفتوا كده ليه؟ هل هم فعلا يقدروا يدخلونا مستشفى المجانين؟ ايوه يقدروا. ليه يا بابا؟ هي ميغه؟ ايوه يا بنتي ميغه. يعني ما انتش عارفه؟ دم النضال، عايشه في دنيا تانيه. صدقوني ما تخافوش، البلد لسه فيها شرفه كتير وفيها حمقى اكتر ومأجورين اكتر واكتر. بكره تشوفوا ان الشرفه اكتر. لا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة انتوا اللي جبتوا لنفسكم. طب اهو فات كذا سنة، حصل حاجة؟ حد احتلنا؟ حد هاجمنا موتنا؟ مفيش اي حاجة من دي حصلت. ليه؟ لان احنا وضعنا مختلف تماما. مشكلتكم انكم بتبصوا لنص الكوباية الفاضي، لكن لو الواحد فيكم حكم عقله وبص لنص الكوباية المليان كان لقى الوضع مختلف تماما. مش ممكن اللي بيحصل ده حلم ده ولا ايه؟ طيب انا عارف ده باين له علم. لا ده اثر العلاج بالكهرباء، مش ممكن يكون حقيقة. ايوه ولا خيال مش وقته. الله الله الله، ده الحكاية بقى بجد بحرب دي ولا ايه؟ الواد ده ابني. ها؟ ايوه يا حبيبي. ما كنتش عايز اخلف عشان اليوم الاسود ده. امر رقم واحد، اتخذوا الاوضاع الدفاعيه المتبعه حاليا. حبايبي وحشرونك، هننضف هننضف حبايبي. اهلا حبايبي، اخيرا وصلتم بالحظ. قلت لكم والله حينظفونا.
تخيلوا بقى في يوم اسود زي ده كان شكلنا هيبقى عامل ازاي من غير سلاح رضع. تخيلوا كان هيبقى شكلنا ازاي، كان زمانهم قطعونا حتت. صحيح، في يوم اخبر زي ده لو مفيش سلاح رضع كان يبقى الوضع ايه؟ ده كان هيبقى كل الاوضاع مش وضع واحد. بس الحمد لله اننا عندنا سلاح رضع. الحمد لله.